به وسلم تسليما كثيرا. الموضوع الثاني باختصار، هناك إعلان يوجد الآن ووصل إلينا وانتهى إلينا أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي فهناك مسجد من مساجد في دنهاغ سيقيم على مدى الجمعة والسبت والحد محاضرات وسيحضر إليها زيد وعمر وإلى غير ذلك. نعم مزيان مزيان، الاحتفال بعيد المولد النبوي مزيان. واش الاحتفال بعيد المولد النبوي دين؟ إذا كان دين خصنا الدليل، إذا كان هذا الأمر تعبدي وديني خصنا الدليل. أين هو الدليل؟ لا يوجد دليل. لا تتعب نفسك ولا تجد في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الأئمة، ونمشي معك حتى القرن السادس، لا يوجد من قال بجواز الاحتفال بعيد المولد النبوي. احتج الفاطميون العبيديون الروافض هم الذين جاءوا بهذه البدعة. ما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو احتفل به عليه الصلاة والسلام في حياته لنقل إلينا. ما احتفل به أصحابه من بعده، ولو احتفلوا به لنقل إلينا. ما احتفلت به أمهات المؤمنين لنقلوا لنا أمور السنة داخل بيته، والله تبارك وتعالى قال لهن في كتابه الكريم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بغينا شي دليل؟ السير الجفري اللي كتجيبوا قناة إقراء قال لك سيدي بأن الاحتفال بعيد المولد النبوي هو سنة من سنن الأنبياء والمرسلين وهو سنة مؤكدة، لا أقول مباحا بل أقول سنة. أرد عليك باختصار أيها المبتدع، أولا يبدو عليك أنك لم تتربى ولم تنشأ في طلب العلم، كيف يخفى عليك مصطلح سنة مؤكدة وتعريف هذا المصطلح؟ السنة المؤكدة هي السنة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها وداوم عليها. هل يوجد نص أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل عليه الصلاة والسلام بعيد ميلاده وكملها وجملها؟ جاب لك سيدي قول الله عز وجل، ها؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدليل. الله أكبر. طيب إذا كنت ستفرح بولادته نقول نحن نفرح ببعثته اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم واحد تدليس كاين في ديك الورقة اللي كاتبين ذكرى. الله أكبر. بالله عليك دابا أنت إذا عندك الوالدة ديالك هنا في دنهاغ ولا تذكرها إلا مرة في الأسبوع ولا تتذكرها إلا مرة في الشهر، ماذا سيقال عنك؟ أنت عاق؟ قل لأمك ألا تستحي؟ تسكن في مدينة واحدة ولا تتذكر والدتك التي أنجبتك وكانت سببا في إخراجك إلى هذه الدنيا، تتذكرها مرة واحدة؟ ها؟ وضحكوا علينا وجابوا لنا عيد الأم باش نتذكروا الوالدة غير مرة في العام. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، هل نتذكره مرة في السنة؟ سؤال. أبدا. نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إنما صنعت هذا لتأتموا به وتتعلموا صلاتي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذن هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يبقوش يقولوا لنا فقط لنتذكر سيرته، كنشطح والرديح والرقص ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها. ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا هو المدح، هذا هو المدح، أن الداعية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. وكيمشي عند بلال تيقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ لماذا يذهب إلى بلال ويقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة؟ ما هذا الكلام؟ وإن من جودك الفربوردة أم تذكري جيراني بذي سلامي مزجت دمعا جرى بمقلة بدمي. ثم يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. إيوا ماذا تركنا لله؟ بمن نلوذ؟ اليد تكون بمن؟ والاستعادة تكون بمن؟ أليست برب العزة والجلال؟ يا سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا ترفعوني ف
فوق منزلتي التي أنزلني الله، وضعوني حيث وضعني الله عبدا ورسولا. وقال عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح: قل إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. نمدحه ونرفعه فوق درجته عليه الصلاة والسلام، وبالأدلة من خلال الأمداح والسماع والاختلاط والشركيات. قالوا بمناسبة المولد النبوي، فين هو؟ فين أحكام العيد؟ كاين شي صلاة ديال العيد؟ كاين شي غسل نهار العيد؟ ها؟ ما هذا؟ صدق رسول الله: لا تتبعوا الناس أنا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وقالوا اليهود والنصارى قالوا: فمن إذن؟ من يحتفل الآن بأعياد؟ بالأعياد؟ أليس النصارى يحتفلون بميلاد عيسى؟ وحتى خصكم تعرفوا واحد القضية من الناحية التاريخية: لم يصح أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 12 ربيع الأول، واسمعوها من عندي، لم يصح اختلاف واضطراب بين أهل التحقيق في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فإذا مدحناه نقول أنت عبد الله ورسوله. هذا هو المدح الحقيقي، عبد الله ورسوله، هو اللي قالها لنا: فقولوا عبد الله ورسوله، ماشي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. الصحابة كانوا فاهمين هذا المعنى، ماشي ما فاهمينوش. والدليل على ذلك حديث معاذ لما جاء من الشام وبغى يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعظمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ما هذا يا معاذ بن جبل؟ أعلم الصحابة بالحلال والحرام، بغى يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في بلاد الشام فرأيتهم يسجدون لقساوستهم وملوكهم وعظمائهم، فأحببت أن أسجد لك يا رسول الله. قال عليه السلام: أدت إنما التي هي حصل، إنما السجود لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما إنما السجود لله. وهذا اجتهاد من هذا الصحابي الذي هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام. ما تقولك لا احنا نحبه، حب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بغيت تقدم الدليل عليه تبعوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكثر من ذلك شيء، ويغفر لكم ذنوبكم. كما قال عمر: ليس العبرة بأن تحب، وإنما العبرة بأن تحب. رجع للسيد الشفري لكي يقول لك بأن العيد سنة. أما وصلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. أما وصلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. أما وصلك قول إمامنا مالك كما روى ذلك ابن حبيب من طريق عبد الملك بن المجيسون حينما قال مالك رضي الله تعالى عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بينش لنا هذا الشيء. كتموا، كتم علينا العيد، خصنا نحتفلوا به وكتموا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغوش. وعائشة تقول: من حدثكم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. وفي رواية أخرى صحيحة تقول عائشة: لو كان محمد كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. في قصة زواج زيد، في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت عمته التي كانت تحت زيد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. وهذا الكلام هذا الذي ذكره هو هذا الإمام راه ماشي جديد، الجديد عنده هو المرمى غير الأشاعرة وغير الماتريدية بأنهم أهل زيغ وضلال. أما من قال وهو خطأ بأن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، اسمعهم: أولا البقلاني في الإنصاف، ثانيا ذكره أيضا أبو المظفر الإصفرائيني في التبصير في الدين، ذكره أيضا الجويني في لمع الأدلة، ذكره أيضا البوطي اللي مات مؤخرا في كبرى اليقينيات، وذكره أيضا في معالم أصول الدين إمام الغزالي قبله في القرن السادس، وذكره أيضا الفخر الرازي يعني في بعض كتاباته. راه ماشي جديد هادشي، ولكن باش يقول بأن غير الأشاعرة هم أهل زيغ وضلال، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. وسمع شنو هي عقيدتنا احنا في الأشاعرة: الأشاعرة هم أهل سنة وجماعة فيما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة. ونسبة الأشاعرة إلى أهل السنة والجماعة إنما هي نسبية بالمقارنة مع الطوائف الأخرى كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة.
أما أن نقول بأنها على الإطلاق بأنهم أقرب الجماعات إلى السنة هذا ليس بصحيح، لأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الإسماء والصفات، أما في باب الصحابة وباب الإمامة وغيرها نعم. إذن فالأمر نسبي، هذا هو العدل اللي تعلمناه كما قال شيخنا شيخ الإسلام بن تيمية اللي هو شوك في حلوق هؤلاء الناس. الكلام في الناس ينبغي أن يكون بعدل وعلم لا كحال أهل البدع بظلم وجور. ونتذكروا غير قول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا، اش في هذا العدل حتى في الكلام؟ قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، مالنا حنا خارجين من الملة باش ترمينا حنا هنا بالزيغ وبالضلال، والسنة شنو منوضة لكم العش في راسكم؟ اللي بغى شي حاجة مرحبا بالنقاش، ما أن نتوارع الأنظار ونخرجوا الأشرطة وكذا ونتكلموا وبعض الأغمار يتكلمون، حنا راه ما كنتخباوش وحنا واضحين الحمد لله في المنهج ديالنا وفي عقيدتنا، هي عقيدة الإمام مالك وهي عقيدة اسمعها أبي الحسن الأشعري التي صرح بها قبل موته في الطور الثالث كما نص على ذلك شيخنا أحمد الأنصاري، وفي جملتها هي اعتقاد السلف. أما في بعض التفاصيل فلا زال متأثرا رحمه الله يعني ببعض كلام المناطق والفلاسفة. على العموم هي خطبة مقتضبة، لعلي قد أكون يعني ذكرت بعض الأمور المتعلقة من خلال بعض النتف من هنا وهناك، لأن الوقت لا يسمح. الحمد لله هذا من فضل علينا أننا وافقنا بعد يوم عطلة سيرا تأخرنا عليكم وقربنا عليكم وقت العصر شي بس ما كان سير التغدى ومر العصر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أحينا على السنة واجعلنا من دعاة السنة وأنصار السنة ومن الذين ينشر السنة ومن الذين يذبون عن السنة، وأمتنا على السنة يا الله يا كريم إنك على كل شيء قدير. قال الإمام مالك، سمع هذا القول الإمام مالك، قال إن الرجل إذا لقي الله سبحانه وتعالى بذنوب كبائر وصغائر ثم لقي الله على السنة أرجو أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر به العمل. هذا هو اللي تفهموا السنة. رحمة الله على إمامنا مالك، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك واختم لنا بالحسنى وآخر دعوة.